أنا رسالتي بوجهها لجميع العالم إن الدم الفلسطيني مش رخيص في كل العالم. كل يتم بيصطادوا فينا زي السمك، بروح الصياد على البحر بيصيد بيمسك. ليش؟ هو ما في شيء إلا الشعب الفلسطيني، الشعب الفلسطيني قاعد بكاتل وبحر روشي مشان قضيته، مشان السكنة تاعته، مشان الأكل تبعه. هو الشاب هذا اللي مات ابن أخوي، هم هو رايح من الصبح للمغرب ترى يرجع مشان ليش؟ مشان لكم أنت العيش تبعه، ما اشتغلش في جد، منين بده يجي مصاري؟ في حكومات بتودي للشعب الفلسطيني مصاري بكلها وقعد؟ لا. Let's go!